نحمد الله ونشكره على النتيجه الايجابيه اللي مع هذا الفريق الكبير اللي هو الجيش الملكي، وعوضنا النتيجه اللي كانت السيمانه اللي فاتت ضد الوداد اللي ما كناش خايبين، كان واحد الجزئيات اللي خلاونا يهرب لنا الماتش، وكان وعدوا ان شاء الله الجمهور بالله نبقاو غادي في هذا المنوال ان شاء الله ونزيدوا مزيد من العطاء ان شاء الله. كما تتعرف المباراه ديال الديربي تيكونوا على جزئيات بساط، ماتش تيكون مصير ان شاء الله، نخدموا هاد السيمانه ونفكروا في هذا الماتش من اليوم ان شاء الله. الطموح ديالنا ان شاء الله كما شتي فريق جديد، فريق غير الرجل ديالو، بقاو شي 8 لعابه من العام اللي ديال الصعود ان شاء الله، باقي مع المباريات ان شاء الله يكون جروب زوين، وتنطمحوا نكونوا في مراتب الاولى ان شاء الله، لما لا نشاركوا في مسابقه قاريه ان شاء الله. هذا ثاني هدف بعد الحمد لله ثلاثه النقاط والتسجيل ديال الهدف كيجيب الخدمه ديال الجروب صراحه كل شيء مزيان وكيعاونونا الحمد لله على تحقيق ثلاثه النقاط هي الاهم. ان شاء الله تحقيق نتائج هذا العام هذا، وان شاء الله نلعبوا على لي 5 برومي بلاص. الحمد لله يعني الدراري دخلوا بتركيز كبير، يعني ماشي من السهل باش تلعب مع فريق كبير كي الجيش الملكي. الحمد لله استفدا من الاخطاء اللي كانت في الماتش اللي فات، والحمد لله بفضل الجهود ديال الدراري ودي الله سبحانه وتعالى قدموا الدراري مقابله كبيره. احنا شوف غادي ماتش با ماتش، وان شاء الله يعني المباراه الجايه غنحاولوا نعطوا ماكسيموم ديالنا ونهدوا عاوتاني ان شاء الله 3 بوان للجمهور الكبير ديالنا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.